أول حاجة سي فري أون با بوكو كومينيكي معنا مهدرناش بزاف لو كان إبراهيم ماشي مهدرناش نتوما سولتو بزاف مرات كان واحد الخدمة لي بيرمي مي هزيت لو بوست دلا سيليكسيون مع لو بريزيدون ديال الجامعة درنا ترافاي بوتيتر واحد أن أون دمي دابا أن أون دمي مكانش أن دوسي فاسيل باسكو بحال اللي كنقول سيتي با اون كيستيون باش ابراهيم ما يبغيش يختار المغرب سيتي بلوس اون كيستيون دو تايمينغ مي مشيت لعندو كان مازال في ميلان من بعد كان عندو ان ترونسير امبورتون في ريال مدريد وكانت اون كوب دافريك في شهر واحد اللي ما كانتش سهله اللي عندك ان اكس دو بروغريسيون بحال ابراهيم وباش ما نكذبوش ملي كتختار اون ايكيب افريكان في ان ترونسير سا بو جوي مي ملي بجا لريال مدريد كلشي كان كنا داكور كان عندنا لا بارول ديالو وهاد الولد ما كذبش كلشي اللي هضرنا من الاول اللي مشيت لعندو ملي مشينا لعندو ميلان مدريد ملي هضرنا ملي حتى انا الكلمه ديالو بقى في الكلمه ديالو وبان لي مزيان باسكو فوالا كان واحد الوقت يمكن بزاف الناس كانوا كيقولوا علاش باغينا ابراهيم وحنا اما الرئيسي معنا كنا عارفين لي سان غون جوور وكيوريها كل ويكاند تكون عندك واحد اللاعب اللي في ريال مدريد في المنتخب المغرب خصنا ديما نفرحو با مغربي اختار المغرب في واحد التوقيت اللي ما كانش ساهل ليلو خصنا نقول له برافو وانا بالنسبه لي غير رباح القلب ديال المغاربه باسكو اللي كانوا كيقولوا غير اختار المغرب باسكو ما عندوش فين يلعب مع اسبانيا جا في التوقيت اللي اسبانيا كان عيطولو واختار المغرب ان بلوس مور اون كومبيتيسيون اللي ما كناش مستوى ديالنا ما جاش مور كوب دي موند اللي كان لا ديناميك جا بالعكس جا في ان مومون اللي صعب لينا مور اون كومبيتيسيون اللي ما درناش اللي خصنا دونك برافو عليه مي ما خصناش نساو كان الياس اخو ماتش تا هو واحد اللاعب بحال الياس بن سكير خصكم تعرفوا حتى الياس بن سكير سي ان جوار دو كي تري بروميتور فرنسا دار لي زيكيب دو فرانس تاهما عيطوا له هادو بزاف باش ما يختارش المغرب واختار المغرب على 19 عام اللي ماشي سهله اي سي ان جوور كي فوز الي فوار على افنير تا هو غير ديك الكلمه ديالو شحال الوقت غيكون خصو باش يكون في المستوى ديالو مون فال لاكومباني باسكو سا فيت ان غران جوور تا هو دونك اللي كتعجبني هي لا ديناميك اللي كاينه فهاد ليكيب مازال واخا ليشيك مازال اوني بحال اللي كنقول بانكيبل لي جون باغيين يلعبوا مع المنتخب وباغيين يجيو يلعبوا مع المغرب على هادشي خصنا غنصبروا معاهم باسكو يمكن ما يقدروش يكونوا في مستوى دابا خصهم يولفوا مع الفرقه مي سي دي جوغ دو تالون اللي غيعاونونا ان شاء الله بور لو فيتور كوتش السلام عليكم